حابة أذكر مرأة ألهمتني وأنا عم بدرس وهي زها حديد. سو هي كانت أول مرأة معمارية اللي هي فازت البريتسكر وورد ب 2004. يعني دائما بتطلع كيف هي كسرت هاي القيود وهذا الإشي خلاني أنا كمان بدي أشوف قديش أنا بقدر أدفش حالي. هي كانت أول مرأة بتفوز بهاي الجائزة. أنا إيش رح أكون أول مرأة بفوز بشو أو أول مرأة بعمل شو؟ هذيك اليوم كنت عم بقرأ عن ستنا خديجة رضي الله عنها، وعن جد اكتشفت انه هي كان عندها مبدا الفيمينزم قبل ما يكون يعني اصلا مصطلح احنا بنعرفه اليوم. يعني كانت من اكبر التجار بوقتها، كانت طبعا اول من امن بالرسول. يعني احلى شيء بالموضوع، اكثر شيء استغربت منه انه هي اللي تقدمت للرسول. ما بتخيل انه كثير هذا الشيء كان معروف انه الواحد يكون بقوتها بالتجاره، وكانت تشتغل عشان المجتمع كمان، وكانت تتبرع يعني بمبالغ كثير منيحه من ثروتها للمجتمع بالتبرعات. يعني أنا كتير بحب إنه أتطوع كل جمعة إنه نعطي دروس إنجليزي للطلاب أقل حظاً في هدول المناطق اللي إنه التعليم مش موجود إلهم أو ما عندهم فرصة، لأن الأطفال هدول مثلاً بيشتغلوا ويعني من الأحد للخميس بالنهار وما عندهم أي وسيلة تانية، إن هم مضطرين يشتغلوا، هم ما بدهم بس هم مجبورين من أهلهم أو من المجتمع اللي هم عايشين فيهم، فإنه ما صح لهم فرصة يتعلموا. حلو، رح أجي معك يوم عن جد عم ندور على رياضيات. خلص أوكي فن رياضيات. لا that's good وإنجليش. بحس إنه مرات في شوية ضغط من المجتمع إنه أحكي إنه أنا مثلاً إلهامي أو شغفي كل يوم إنه مثلاً أعمل لوحات أبيع، بما إنه أنا يعني مجالي بالفن. بس لما عن جد أقعد بيني وبين حالي عن جد وأكون صريحة مع نفسي، من أكثر الأشياء اللي بتعطيني دافع كل يوم إنه عن جد إنه أنا أصحى وأكون بيئة حلوة لإلي ولابني ولجوزي. هذا الإشي عن جد بيعطيني دافع وعن جد بيلهمني وبيعطيني شغف كل يوم، إنه أنا بعرف إنه أنا ببيتي عم إن شاء الله يعني عم بعمل إشي منيح للمستقبل أو للجيل المستقبلي بتربية لابني. سو أنا نص عربي ونص أمريكي، سو دائما النص الأمريكي كانوا بيطلعوا علي إنه كأنت عربية أنتي في إشي like مظلومة، إنه على طول بيخلوني مش على طول بس إنه بيخلوني أشعر بالدونية، وتي أسئلة إنه أنتي يعني أنتي ساكنة هناك وعم تقدري تدرسي وعم تقدري تشتغلي. وأنا بدي أكسر هذا الإشي إنه لا، مش بس بقدر أشتغل وأدرس، بقدر أعمل كثير أكتر من هيك.